معارك ضارية يخوضها الجيش الوطني بدعم من قوات التحالف العربي تدور رحاها في محيط ومنافذ معسكر خالد بن الوليد. بحسب مراسل بلقيس، فقد تمكن الجيش الوطني من الوصول إلى البوابتين الغربية والشرقية لمعسكر خالد بعد التفاتة نفذها في محيط المعسكر بمساندة نارية من التحالف العربي الذي أصاب حركة الميليشيا بالشلل. المعسكر الذي يبعد 40 كيلومتراً عن مدينة المخا يعد حصناً طبيعياً نتيجة السلسلة الجبلية المحيطة به من كافة الجهات التي تشكل للمعسكر مركز حماية متقدمة. منذ أيام وقوات الجيش الوطني تتمركز في هذه السلسلة الجبلية المحيطة بالمعسكر، خصوصاً بعد سيطرتها على معسكر جبل النار الذي وضع معسكر خالد تحت السيطرة النارية الكاملة لقوات الجيش الوطني. تقول مؤشرات الحرب إنها معركة غير متكافئة بين قوات الجيش الوطني والإنقلابيين. فبعد هروب القيادات العسكرية التابعة للإنقلاب، أصبحت السيطرة الكاملة على المعسكر مرهونة بالوقت وتصفية الجيوب من الألغام التي تظل أحد أبرز العوائق الأساسية أمام تطهير المعسكر بالكامل. تأكيدات عسكرية أن معركة تحرير المعسكر ستمثل منعطفاً محورياً في مسار العمليات العسكرية الهادفة إلى تحقيق الحسم العسكري وتأمين المنطقة. عسكرياً، يشكل معسكر خالد بن الوليد قاعدة الإمداد العسكرية الأولى لفرض السيطرة على الشريط الساحلي من الحديدة وحتى المخا، بالإضافة إلى اليد الضاربة له في محافظة تعز لوقوعه في مفترق طرق كل من الحديدة والمخا وتعز.